بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم في محاضرة أخرى من سلسلة محاضرات فيديوية لكورس مادة هندسة المرور Traffic Engineering، المعدل للإلقاء على طلبة المرحلة الثالثة قسم الهندسة المدنية. Traffic Forecasting، التنبؤ بالحجوم المرورية. Why do we need to forecast future traffic؟ ليش احنا نحتاج ان نتنبأ او ان نخمن الحجوم المرورية مستقبليا بالمستقبل؟ طبعا اكيد، لان انا من اصمم طريق ما اصممه على الحجم المروري الكورنت الحالي الواقعي، لان هذا الطريق كل طريق الى ديزاين لايف، الى عمر تصميمي، فهذا الطريق انا المفروض انه يظل يشتغل تحت ظروف مناسبة بحالة جيدة خلال مدة عمر التصميم اللي قد تصل إلى 20، 25، أو 30 سنة. فخلال هاي 25 أو 30 سنة أكيد الحجوم المرورية ما راح تظل نفسها الحجوم المرورية الحالية أثناء سنة الافتتاح. فبالتالي أنا من أتصمم فرضا عدد الممرات اللي أحتاجها أنا للطريق، مفروض أصممها بالأخذ من هذا الاعتبار أنه جد راح تكون الزيادة في الحجوم المرورية من أنا بعد 30 سنة. إذا من مهم جدا أنه أنا أقدر أو أخمن مقدار الفيوتشر ADT، الحجم المعدل الحجم اليومي السنوي المستقبلي بالاعتماد على الكورنت AADT. إذن مبدئياً لفيوتشر AADT أو مرات الاختصار يقولون فيوتشر AADT، الحجم اليومي السنوي المستقبلي هو عادة الكورنت زائدا مقدار زيادة. إذا أردنا نتوسع قليلاً في هذه الجزئية، إنه الزيادة في الحجوم المرورية المستقبلية من راح تجينا أنا هذه الزيادة؟ الزيادة تتأتى عادة من ثلاثة احتمالات. اولا generated traffic، الحجم المتولد. من راح افتح هذا الطريق الجديد؟ الحجم المتولد هو generated traffic، اول نوع من اسباب زيادة بالحجوم المرورية هو انه اي زيادة بالكاباسيتي في طريق جرى توسيعه او في طريق جديد تم افتتاحه، فهذا راح الطريق راح يكون محط لجذب رحلات له، يعني عدد من السواق، كثير من السواق راح يغيرون رحلاتهم لاجل ان يستخدمون هذا الطريق. الزيادة الثانية هي ما يسمى بالديفلوبمنت ترافيك. هذا الطريق هو the portion of the attracted traffic volume due to improvement on land adjacent to the highway. أي طريق جزء من الزيادة بالحجوم المرورية بهذا الطريق راح يكون نتيجة للفاسيليتيز، يعني البنايات أو الخدمات أو المرافق راح تكون على جانبي هذا الطريق، فقد راح تكون مصدر جذب لرحلات إضافية على هذا الطريق. أما المصدر الثالث لزيادة الرحلات هي الزيادة الطبيعية في عدد الرحلات، في عدد رحلات المركبات اللي نتيجة زيادة السكان أو زيادة القوة الاقتصادية أو ما شاكل. إذن ذني المصادر الثلاثة اللي أنا أحتاج أو لأجلهن لازم أنا أصمم على الفيوتشر ADT، أصمم الطريق ماتي على الحجم المستقبلي وليس على الحجم المروري أو الطلب على المرور الحالي. كيفية حساب الحجم المستقبلي mathematically، رياضيا؟ لفيوتشر AADT راح يساوينا الكورنت AADT في الترافيك بروجكشن فاكتور. الترافيك بروجكشن فاكتور هو معامل التنبؤ بالحجم المستقبلي اللي راح يساوي لي بدراسات اقتصادية، هو عبارة عن 1 + R مرفوع لعدد السنوات المستقبلية اللي أنا أريد أخذها بنظر الاعتبار. الR هو مقدار الزيادة الـ annual growth rate of annual
increase or growth in traffic على من 4 إلى 8%. فالآن مقدار الزيادة بالحجوم المرورية، فأني إيش راح أسوي؟ راح أضرب الحجم الحالي current ADT أو AADT في 1 زائد R، يعني إذا كان عندي الزيادة 4% أصير 1.04، فالحجم الحالي أضربه بمقدار 1.04، هاي مقدار الزيادة السنوية للحجم الحالي. زين، أنا إذا عندي العمر التصميمي للطريق فرضاً 25 سنة، معناته كل سنة راح أضرب في 1.04، فراح يتكرر هذه الزيادة بمقدار N من المرات. بمعنى آخر أقدر أقول 1 زائد R أس N. زين، هذه الأكس شنو؟ هذه الأكس هي عادة إنه عدد السنوات اللازمة لإنشاء الطريق، years of construction. فلازم أنا عدد هاي السنوات، المدة اللي أنشأ بها الطريق سنة أو سنتين، لازم أدخلها أيضا ضمن هذه الفترة. أيضا أكو زيادة، يعني حتى وإن كنت ضمن فترة إنشاء الطريق أكو زيادة، تحصل عندي زيادة عامة بالحجوم المرورية أو الزيادة الطبيعية بالحجوم المرورية، فأدخل سنوات إنشاء الطريق ضمن العمر التصميمي اللي للطريق لأجل تخمين الحجم المستقبلي. إيش قد أن أخذ ديزاين لايف؟ الديزاين لايف لازم الانتباه إلى الملاحظة التالية، إنه مرات من الصعب تحديد إيش قد العمر التصميمي للطريق. سبب هذا حسب ما يذكر الأشتو لحد آخر إصدار به 2018، إنه يؤكد على نفس الحقيقة اللي ذكرها سابقاً، انه لكون الطريق عادة يتكون من اجزاء اعمارها التصميمية مختلفة. يعني مثلا تعرف ان الطريق عادة اول شيء هو الارض الترابية ما راح يتم انشاء الطريق عليها، الارث وورك، يعني الطبقات الترابية، ومن ثم على هذه الطبقات الترابية راح توضع طبقات البيس والسب بيس اللي ايضا نوع من 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 الحصى بتدرج معين، ويتم حدله باسلوب معين، مواصفات معينة، ومن ثم فوق طبقات البيس والسب بيس راح يتم وضع طبقة الرصف التبليط، سواء كان تبليط أسفلتي أو كونكريتي. ومن ثم في بعض الأحيان بعد مرور عدد من السنوات قد أحتاج إلى عمل ريسيرفيسنج، طبقة إكساء. فكل ذي الطبقات، طبقة الترابيات وطبقة البيس والسب بيس، ومن ثم طبقة التبليط، ومن ثم طبقة الإكساء، كل ذني إلهن أعمار تصميمية خاصة. فعلى سبيل المثال، طبعا هاي الأعمار التصميمية الخاصة نتيجة لاختلاف تعرضهن أو لاختلاف المادة المكونة إلهن، فكل واحدة قوة تحملها وقوة مقاومتها للظروف المسلطة عليها من ناحية ظروف مناخية أو ظروف الأحمال اللي راح تكون عليها تختلف عن الأخرى. فعلى سبيل المثال الأشتو يقترح يقول بالنسبة للطبقات الترابية عادة ومحرمات right of way and earthworks، هاي يمكن أنه عمر التصميم مالتها يصمع على 100 سنة، بينما الطبقات تحت طبقة التبليط اللي هي البيس والسب بيس كورس هذه 50 سنة، طبقة التبليط نفسها يمكن أن تكون من 20 إلى 30 سنة العمر التصميمي أصممها، بينما طبقة التسطيح هي عادة 10 سنوات. جيد، الآن بعد أن خمننا أو حسبنا الـ Future Average Annual Daily Traffic، أنا حسبت الحجم اليومي المعتمد على بيانات مال سنة كاملة المستقبلي اللي راح يمر على الطريق مالتي اللي أريد أني أصممه هندسيا. ولكن هل أني أنه من أصمم جيومتريك ديزاين مالتي، التصميم الهندسي مالتي للطريق أو الكاباسيتي أناليسيس، هل أني أصمم على الـ AADT؟ احنا خذنا في الجزء الاول من المحاضرة خذنا انه ما الفائدة من انواع حسابات الحجوم المرورية، ما الفائدة من حساب الـ AADT، ما الفائدة من حساب الـ Hourly Volumes.
فقلنا احنا انه انا احتاج انه اعرف الحجوم الساعيه الاورلي فوليومز وبالتحديد الماكسيمم اورلي فوليوم او البيك اور فوليومز الحجوم الساعيه القصوى في التصميم لاجراء التصميمات الهندسيه للطريق، عدد اللينات ومشاكل العرض الكلي للطريق، وايضا التصميمات وايضا لحسابات السعة واستيعابيات الطريق أو تحليلات الاستيعابية. أحتاج إلى أعرف إنه الحجم الساعي التصميمي. إذا الآن المشكلة عندي أو التشالنج التحدي اللي واجهني كيفية استنتاج الحجم الساعي الأقصى بالاعتماد على الفيوتشر AADT اللي أني قدرت أخمنه. So now the next step is how to select and compute the hourly volume needed in standard geometric design. شلون احسب الحجم الساعي المطلوب بالتصميمات الهندسية القياسية and capacity analysis based on the forecasted AADT. زين. اعتمادا على الاشتو 2018 يقول انا الحجم الساعي اللي اريده شنو مواصفاته؟ يقول أنا لا أريد أصمم على حجم ساعي بحيث أنه هو أعلى حجم ساعة بالسنة، يعني مثلا أنا لو عندي قياس مال سنة كاملة حجوم الساعية مال سنة كاملة في محطة ما، فأنا ما أصمم على أعلى حجم ساعي بالسنة، لا أقدر أصمم على هذا أعلى حجم لأن هذا حيكون تصميم مو اقتصادي، يعني لكون أنه عادة في كل المدن هناك بعض الساعات في السنة يتعرض الطريق إلى حجوم مرورية استثنائية نتيجة لحوادث يعني لأحداث معينة، احتفالات معينة، أحداث ذات طبيعة دينية، ذات طبيعة وطنية، ذات طبيعة رياضية وتفر. فمو من الاقتصادي أنه أنا على مدة كم ساعة في السنة أصمم الطريق مالتي على هذا على هذه الحجوم الاستثنائية. يعني قد أنا إذا أصمم طريق ماتي على حجم على حجوم طبيعية قد يكون طريق ماتي 2 لين، لين ذهاب ولين إياب، بينما إذا أصمم على حجم استثنائي قد أنا أحتاج الطريق يكون 6 لينات ذهاب و6 لينات إياب، يعني طريق ماتي 12 لين. فمو من المنطقي أنه أنا هاي طبعا كلها وكلفة إنشاء construction cost عالية إضافة لها زمن، فمو من المنطقي أنه أصمم الطريق على فقط لأجل أنه يكون كفوء لمدة كم ساعة بالسنة في مقابل construction cost كلفة الإنشاء العالية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا ليس من المنطقي أن أصمم الطريق ماتي على حجم ساعي يتم تجاوزه في غالبية ساعات السنة. يعني تعرفون أنا عندي بالسنة إحنا سنضرب 24 في 365 يوم، فعندي راح يطلع تقريبا عندي 8000 اكثر من 8000 ساعة تحديدا حسب ما ذكرت 8760 ساعة بالسنة، 8760 ساعة بالسنة. فمو من المنطقي فرضا انا مثلا اصمم اختار فد حجم ساعي، يعني ذني الساعات مال سنة اذا رتبت منها على حجم الى اقل حجم، مو مثلا فرضا منطقي اصمم على حجم الساعة اللي ذات تسلسل 3000، يعني معناته اكو اعلى عندها ما يقارب 3000 ساعة حجمية بها الحجوم تتجاوز هذه الساعة، يعني راح يكون الطريق غالبية أيام سنة الطريق هو في حالة اكتظاظ أو في حالة ازدحام مروري. إذن لازم أنا أكون الساعة ما تصمم عليها الحجم المرور الساعي هي بين يعني تحقق الهدفين. هذا الحكي مقيول هنا according to the ASHTO 2018 the hourly traffic volume used in design should be a value that will not be exceeded ما يتم تجاوزها very often or by very much ما يتم تجاوزها دائما أو بكمية كبيرة ولا on the other hand it should not be a value so high بحيث يكون الحجم الساعي اللي اختاره كلش كبير ذات بحيث انه الترافيك would rarely be sufficient to make full use of the resulting
فاسيليتي، ولا ان يكون حجم الساعه كلش كبير، بحيث نادرا ما يتحقق حجم واقعي بحيث يكافئ التصميم اللي سويته انا للطريق. بمعنى اخر راح يكون تحقيق الطريق مالتي غير اقتصادي، مصمم فقط لاجل ان يستوعب حجم يتحقق كم مره بالسنه، وباقي الايام الطريق راح يكون غير اقتصادي. زين، ما هو الحل الان؟ الاشتو يقترح حل، يقول وان جايد، احد الارشادات اللي هنقول تعطينا في الكلو في الهنت ان ديتيرمينينج ذا اورلي فوليوم، يعني المناسب that is best suited for use in design is a curve showing variation in hourly traffic volume during the year. قول خلينا نشوف هاد كيرف، خلينا نرسم ساعات السنة. هسه فرضا هذا الكيرف، هذا الكيرف يقول لو جبت ساعات السنة، يعني مو عندي أكثر من 8000 ساعة بالسنة، لو هاي الساعات الحجمية رتبتها من على ساعة حجمية، إيش قد فرضا مثلا عندي ساعة، عندي أحد ساعات السنة مثلا فرضا 2000 فيهيكل تمر بها 2000 فيهيكل بير أور، من على ساعة حجمية إلى أقل ساعة، فعدي الساعة اللي هي الساعة الأولى سمي مثلا الساعة الأولى، الساعة الثانية هي أعلى ثاني ساعة، الساعة الخامسة هي خامسة على ساعة حجمية، إلى الساعة رقم 30، إلى الساعة رقم 50، الساعة رقم 100 هي الساعة أعلى ساعة حجمية ذات تسلسل 100، وهكذا. فأرسم الواي أكسس شي مثل لي كل ساعة من ذني الساعات، أقسم حجمها على الأي أي دي تي مات الطريق ماتي، هذا الطريق المعين ماتي اللي راح ارسم له فت كيرف اكس اكسس، وارتب ساعات الاعمال على طول السنه ساعات الحجم مالته من اعلى الى اقل، والواي هو راح يكون حاصل قسمه الحجم مال هذه الساعه على الاي اي دي تي مال هذا الطريق، باعتبار كل طريق الاي اي دي تي واحد. فاذا فرضا هنا أنا لو اخذت هذا الكيرف الاحمر اللي هو هذا خاص بالايربن في منطقه لشارع في منطقه حضريه، يعني سنانا هو راسم أربع حالات، العفو راسم لأربع شوارع، شارع في منطقة حضرية، شارع في منطقة سوب إيربن هذا الأزرق، الأخضر في منطقة ريفية، والأحمر لشارع ذات طبيعة ريكريشن سياحية. فهذا الشارع الأحمر فرضا لو رسمت ذني الساعات الأكس والواي، راح أشوف أنه هذا الشارع الكيرف راح يبدي مرتفع، باعتبار عندي أول ساعة هي ذات أعلى حجم مروري أقسمها على الـ ADT فرضا، يعني إذا كان عندي فرضا يعني الساعة ماتي فرضا عندي خلينا نقول المعدل الحجم المروري بها مثلا 1500 vehicle per hour، عندي الـ AADT مال هذا الشارع معدل الحجم اليومي مال هذا الشارع وجدت أني فرضا 15000 vehicle per day، إذا حاصل قسمة الـ 1500 على الـ 15000 ايش قد راح يكون؟ راح يكون 10%. زين، فهنا ايش طلعت 10%، خلينا نقول الساعه اللي وراها ثانيه على ساعه مو 1500 1450 تقسيم 15000 راح تكون فرضا 9.5، اللي وراها الساعه الثالثه 1400، وهكذا الساعه رقم 30 فرضا راح تكون 1000 على 15000 راح يطلع ايضا فد رقم اقل من العشره، وهكذا الى ان ارسم هذا الكيرف. نفس هذه العمليه اعيدها لبقيه الكيرفات، لبقية الشوارع المعينة هذه، فراح تطلع عندي أربع كيرفات، هاي الأربع كيرفات هي تمثل لي طبيعة التغاير بين أعلى ساعات مرورية ونسبة كل ساعة من الـ Average Annual Daily Traffic. بمعنى آخر هو هذا يسموه الكي هو حاصل قسمة الأورلي فوليوم، البيك أورلي فوليوم حجم الساعي على الـ AAADT جيد. من هذا الرسم شرح نطلع بنتيجة أو ش طلعوا بنتيجة يعني باحثين اللي أجروا دراسات متخصصة لرسموا ذني الكيرفات ومثيلاتهن، وجدوا قالوا إنه
الساعة رقم 30، ساعة أعلى ساعة حجم مروري ذات التسلسل 30، اللي معنى آخر إنه هذه الساعة أكو فقط 29 ساعة على منعتها، وبقية الساعات السنة 8760 كلها يكون حجم المرورية مالتها أقل من عدها. قالوا إنه هاي الساعة رقم 30 هي الساعة المؤهلة لتكون هي ساعة تصميمية، لتكون الديزاين أور فوليوم. هذه الساعة رقم 30 هي الساعة المؤهلة لتكون الديزاين أور فوليوم. ووجدوا إنه عادة إنه يكون الكي هاي الساعة نسبة هذه الساعة من الأي أي دي تي تقريبا 15%. خلينا نقرأ هذا الحكي هنا. On rural roads بالطرق الريفية أو الخارجية يعني With average fluctuation in traffic flow اللي طبيعة تغايرها يعني تكون متوسطة لا شديدة ولا قليلة the 30th hourly volume is typically about 15% of the ADT. حجم الساعة الثلاثيني للساعة رقم 30 نسبتها من الـ AADT هي 0.15، يعني الكي مال الثلاثين هذا كي 30، كي الساعة 30 هو 0.15. بينما الأشتو يقول في الطرق الحضرية the 30th highest hourly volume can be a reasonable representation of daily peak hour during the year. يقول بالطرق الحضرية يعني اللي هو هنا الرقم اللون الأحمر واللون الأزرق اللي هنا اللون هذا مثل اللون الأحمر كيرف الأحمر إيربن والسب إيربن. يقول أيضا وجدوا إنه الكي 30 أيضا الساعة الثلاثينية أيضا مؤهلة أن تكون هي الساعة التصميمية. Thirtieth highest annual hourly volume ساعة الحجم المروري ذات التسلسل 30 is the highest hourly volume that is only exceeded by 29 hour خلال السنة. طبعا هذه الحجم بالاتجاهين and will be chosen as the design hourly وهي ساعة التصميم ساعة الحجم التصميمي هي راح تم أصمم عليها فيما يخص بالجيومتريك ديزاين وما يخص بالتحليلات الاستيعابية الطرق أحسب ساعة الطريق أو من أصمم الطريق راح أختارها هي كحجم ساعي من هي الـ 30th hourly volume. الآن ليش اختاروا هذه الساعة؟ لو شوفون هذا الخط الأصفر يمثل 30th highest hour الساعة الأعلى ذات التسلسل الثلاثيني اللي معناته أكو فقط 29 ساعة على منعتها. لو شوفون ذني الكيرفات الأربعة يمثل لي أربع طرق، واحد إيربن، واحد سب إيربن، وهذا الأخضر رورال، وهذا الأعلى هو يمثل لي خط طريق سياحي ذات طبيعة سياحية. يقولون نشوف انه دائما الكسرة اللي تصير بيهن يعني الحناء اللي تصير بيهن كمعدل تصير قريبة من الساعة الثلاثين. بمعنى اخر الى اليسار من الساعة الثلاثين راح يكون الكيرف ماتي في تصاعد شديد لا سيما في الطرق الخارجية في تصاعد شديد. بمعنى اخر اي انحراف نحو اليسار ذات داخل الساعة رقم 29 او الساعة ذات التسلسل 28 او 20 فراح يكون الحجم المروري مالتها كلش عالي، يعني معناتها راح اصمم على حجم الكي مالتها راح يكون عالي. يعني سنانا كمعدل فرضا لو اتاخذ اني اللون الاخضر اللي هو الرورال لو اتاخذ هذا تقاطعه مع هاي الحافة هنا واسقط على الواي اكسس راح يطلع لي تقريبا هنا في 0.14 او اللي هو الكي. بينما هذا شنو كي اللي يمثل لي الساعة الثلاثين. بينما لو أرجع فرضا الساعة أخذ الساعة رقم 15 وأصعد لي فوق
راح أصل إلى هاي النقطة. هاي النقطة الآن، هاي النقطة لو أقدر أروح باتجاه الواي، فهذا راح يمثل لي تقريبا هنا 16%. فمعناته الزيادة زيادة عن 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 الساعة، عن نسبة الساعة الأولى السابقة 0.14. ولو أداخذ أكثر، طبعا هذا هنا لكون رورال، لو رايح مو على الرورال، لو رايح على الشارع السياحي كان صار تقريبا للعشرين، كان صممت على 0.2، يعني أزيد تقريبا 6% من ساعة الثلاثين. أي أن الزيادة تكون أي معناته أي زيادة إلى اليسار، أي ساعة آخر ساعة أقل من ساعة الثلاثين، راح تؤدي إلى زيادة عالية في الحجم المروري راح أصمم عليه. معنى آخر راح ينتج هذا إنه عدد الممرات أكثر، طريق عدد ممرات أكثر، وبالتالي قد يكون مقتصادي. هذا جانب. من جانب آخر لو ألاحظ إلى اليمين، ألاحظ إنه ذن الكيرفات بالعكس إلى اليمين تكون به نوع من الفلات من الانبساط، بحيث ما يأثر قليلا لو خدت لو 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 خدت ساعات مثل الساعة رقم 35 أو الساعة رقم 40 أو الساعة ذات التسلسل 100، لأن تقريبا بهن انبساط. فالساعة رقم 30 تمثل حل أوسط أو هي المنطقية أنه أصمم عليها. فإذا الديزاين أور مالتنا راح تكون هي الـ 30th hourly volume. إذا القانون هو شنو هو؟ إنه design or volume أو 30th hourly volume هي تنحسب كنسبة كK من الـ ADT مثل ما قلنا اللي هو هذا. ولكن إنه هذا design or volume هو حجم للشارع ككل. يعني من أصمم عادة أنت أصمم على اتجاه واحد، فأريد الحجم الاتجاهي directional design hourly volume، فلازم أضرب الديزاين أور فوليوم في معامل الفصل الاتجاهي دي. معنى آخر راح يصير FADT في K في D. هذا الدي هو نسبة توزيع الحجم المروري بين اتجاهي الشارع ذهابا وإيابا في ساعة الذروة. بمعنى آخر في ساعة الذروة اللي أنا عادة أصمم عليها، هل انه عدد المركبات باتجاه الذهاب او نسبة المركبات باتجاه الذهاب هو نفس نسبة المركبات باتجاه الاياب؟ عادة تكون هاي النسبة هي مو 50 بـ50، فربما تكون 60% من الحجم المروري هو باتجاه الذهاب و40 باتجاه الاياب، او في بعض الاحيان قد تصل المرتبة الى تقريبا 70% من الحجم المروري باتجاه الذهاب و30 باتجاه الاياب، خاصة في عندما تكون اتجاه الذهاب مثل الطريق يتجه باتجاه مركز المدينة الحضري، حيث هناك تكون أغلب الفعاليات التجارية وذات الطبيعة، فضلا المكاتب الأوفيسز الشركات المحلات التجارية، فهناك تكون أغلب الفرص العمل أو مواقع العمل تكون هناك. طبعا فإذا أنا بالتصميم أصمم على هذا على الـ على الـ على الـ direction distribution على النسبة الأعلى، فرضنا قلنا مثلا 70 بـ30، فأصمم على 0.7. يعني الآن لعله السؤال يسأل يعني ليش يعني أضرب في 0.7؟ هل معناته أنا إذا طلع عندي عدد اللينات باتجاه الذهب فرضنا خمس لينات، هل يمكن أصمم خمسة واتجاه الذهب أضربه في 0.3؟ يعني عدليا مثلا فرضا يطلع لي 2-2، طبعا لا، يعني اكيد افكر انه هاي الرحلات اللي ذهبت صباحا لشغله 70% باتجاه الذهاب هي نفسها راح ترجع بعدين برحلات الاياب عصرا، فبالنتيجه احتاج اصمم الجزئي الطريق على 0.7 فبنفس عدد اللينات. هذا التعريف اللي قبل شوية قلنا هنا الديزاين أور فوليوم هو تو دايركشن، دايركشن ديزاين هو الاتجاه واحد، الكي هو الديزاين أور فاكتور هو نسبة حاصل قسمة الحجم الساعي على الاي اي دي تي، الكي تقريبا 0.15 للمرات أو الطرق
الخارجية حسب الأشتو. الدي أو ما تسموها الدي دي directional distribution أو يسموها directional split. هذا الرسم هنا يمثل الحكي إنه شلون الدايركشنال ديستريبيوشن يتغير. ففرضا هنا بالأسود هو يمثل لي الحركة باتجاه الشمال أو الذهاب، والبالأبيض حركة باتجاه الجنوب. فلاحظ إنه على سبيل المثال فرضا في فترة صباحية تكون الذروة باتجاه الجنوب، مثل ما يبدو إنه فرضا في نهاية الشارع باتجاه الجنوب أكفد هناك مركز حضري، أو لعله فرضا مثل هناك أكفد تريب جنريترز موقع جاذب للرحلات، فرضا يكون هناك مدينة جامعية هناك، أو تكون هناك مدينة طبية أو فد معمل ضخم جدا بحيث يكون جاذب للرحلات. بينما أنه لاحظ أنه في العصر يكون الاتجاه اللي بحجوم مرورية عالية هو الاتجاه الأسود مع اتجاه النورث. طبعا جزء من هذه الرحلات يتمثل رحلات العودة مال الرحلات اللي ذهبت صباحا. الكي والدي، الكي اللي هو ديزاين اور فاكتور معامل الساعة التصميمي، والدي اللي هو دايركشنال ديستريبيوشن، لان يعتمدن الى حد ما على الخصائص المحلية او الاقليمية للمناطق اللي احتاج احسبهن بهن، او حتى خصائص الساكنين. يعني خصائص من خصائص الرحلات اكيد لها علاقة وثيقة بخصائص الناس اللي تقوم بعمل هذه الرحلات. الدايركشنال ديستريبيوشن يمكن انه يكتب بهذه الصورة، انه حاصل قسمة الحجم الساعي بالاتجاه باعلى اتجاه على الحجم الساعي الكلي بالتوي للطريق. الجدول أدناه يمثل recommended values، قيم مقترحة للكي والدي اعتمادا على نوع الفاسيليتي، يعني هل هو rural أو suburban، يعني نوع الطريق وين صاير، بيئة نائية، بيئة خارجية خلوية، أم في بيئة suburban يعني مثلا شبه حضرية، أو في منطقة حضرية. وإذا كان في منطقة حضرية عندي تصنيفين، هل هو شارع شعاعي يعني طريق شعاعي راديال، أو هو طريق حولي سفرنشال سكنفرنشال روت، طريق حولي أو رينج رود. اعتمادا على هذا التصنيف أنا راح يقترح دراسات أو اقترحت قيم يعني للكي فاكتر وقيم للدايركشنال ديستريبيوشن. هذا كل ما يحتاج ذكره في هذا الموضوع. قبل ما ناخذ مثال على هذا الموضوع نحتاج الى جزئيه معينه نغطيها، انه في تحليلات الاستيعابيه، لعله ذكرنا هذا سابقا، في تحليلات الاستيعابيه عاده يتم تحويل كافه المركبات بدلاله الباسنجر كار يونت. كل المركبات الطريق عندي يعني الباصات أو المركبات الثقيلة سواء باصات أو شاحنات يتم تحويلهن إلى ما يعادل تأثيرهن بعدد الباسنجر كار يونت. يعني فرضا مثل الباص الفلاني مثل تأثير على الطريق يعادل تأثير ثلاث سيارات مع المسافرين باسنجر كار، تأثير القاطرة والمقطورة فرضا قد يعادل تأثير 6 سيارات. طبعا تأثيرها أقصد بها تأثيرها على الحركة المرورية من ناحية حجمهم الكبير، فبالاستدارة بالانتقال من مكان من لين إلى آخر، أو من ناحية وزنهم فيؤدي إلى أنه يسيرون بسرعة أقل من سرعة بقية المركبات لا سيما مثل أثناء الصعود. زين، إذن الفكرة إيش؟ كيفية أحول كل المركبات إلى ما يعادلها من الباسنجر كار. يعني الاستيعابية عادة تعطى بوحدات الباسنجر كار يونت بير أور بير لين. هذه فيهيكل هي كل مركبة مثل ما قلنا تملك أكثر من 4 tires 4 إطارات touching the pavement، فيا ما هي مركبات يا ما شاحنات أو باصات حسب تعريف الهايواي كاباسيتي مانوال 2010. زين، الكود العراقي
Iraqi State Organization of Road and Bridges، الهيئة العراقية للطرق والجسور. في الكود مالتها عندهم في الجدول يقترح لي جد الكونفيرجن فاكتورز، معاملات التحويل المركبات الى ما يعادلها من باسنجر كار يونت. فهنا يصنفون المركبات الى اربعة اصناف رئيسية. الصنف الاول هو المركبات البرايفت كارز، سيارات العادية، سيارات الصغيرة او التاكسي او البيك ابس، سيارات الحمل الاقل من 1 طن عادة، او الفان، سيارات اللي تشبه سيارات الاسعاف او سيارات البريد. هذين السيارات كلهم ذني اول سطر هو معامل التحويل مالتهم كل واحد. طبعا فيما يقابل تصنيف المركبات ايضا يتم تصنيف طبيعة تموج الارض، يعني طبيعة الارض اللي بيها الشارع، او معنى اخر طبيعة الميل الطولي للشارع، اشقد الميل الطولي للشارع. فيصنفوا اذا الميل مات عادة اقل من 2%، يعني او ما بي ميل، ففلات اذا الميل مات شديد بحيث يؤدي الى حركة المركبات الكبيرة تبدأ تقليل شوية تقلل من سرعتها، فيسموه رولينج. اما اذا عندي المركبات الكبيرة شاحنات والباصات تحتاج الى ما تقدر تمشي بالمنطقة في الاجزاء الطريق اللي بيها صعود الا ان تخفض سرعتها بشكل كبير بحيث تؤثر على حجم على سرعة المركبات اللي تمشي خلفها. فهي منطقة يسموها ماونتينز، منطقة جبلية. فهنا عندي قلنا انه بالنسبة للمركبات الصغيرة كلها الكونفيرجن فاكتور مالتها 1-2 ما تأثر. اما سنجل يونت تراك، الشاحنات اللي سنجل يونت يعني مثلا اللوريز والباصات اللي حد 24 راكب، فهذه بالمنطقة الفلات كل وحدة تعادل سيارة وربع صغيرة، اذا رولينج سيارة 1.75، انما اذا منطقة ذات طبيعة متموجة جبلية فراح كل واحدة بعدين تعادل 3 مركبات. اما السيمي تريلرز والباصات ذات اكثر من 24 راكب، فهي معاملة التحويل مالتها راح يكون 2-3-6، بينما القاطرة والمقطورة راح يصل معامل التحويل مالتها الى 10 في المنطقة الجبلية، معناته تأثير القاطرة والمقطورة يعادل تأثير 10 سيارات صغيرة في المناطق الوعرة الجبلية اللي يكون بها الجريد مالت الطريق بصعود ونزول واضحين. كيفية هاي معاملات التحويل، كيفية التحويل، الطريقة الحسابية والعلاقة الحسابية للتحويل، ان الكونفيرجن فاكتور يساوينا 100 زائدا percentage of a truck PT أو proportion of a truck في الـ E equivalency مع الـ truck ناقص 1 زائد الـ P of buses في الـ equivalency مع الـ buses ناقصا 1 على 100. إذن directional design hourly volume بوحدات الـ passenger car per hour، أحسن directional design hourly volume بوحدات الـ vehicle في الـ conversion factor أعلى. الآن أريد نأخذ نفذ مثال يجمع هذين المعطيات اللي درسناها قبل قليل، من ناحية إنه شلون أحول الديزاين أور فوليوم استنتجه من الـ average annual daily traffic، الـ average annual daily traffic شلون أحسب الـ future مالته بالاعتماد على الـ current، وهكذا كل ذني أخذناهن العلاقات وال المبادئ التصميمية راح نحاول نغطيهن في مثال تطبيقي. Example رقم 4. A current ADT of 7500 vehicle per day، عندي الحجم اليومي الحالي هو 7500، was estimated on an arterial street in rolling terrain. هذا الـ ADT يعني خمنته، تم تخمينه على فد شارع شرياني، هذا الشارع في منطقة ذات طبيعة رولينج متموجة، يمكن أن يكون على طبيعة متموجة. المطلوب إيش؟ احسب the total number of lanes، احسب شقد عدد ممرات بهذا الشارع، يعني هذا الشارع أنا أدى صممه، فشقد أحسب شقد عدد اللينات، شقد عدد الممرات for a bland highway. إذا أخذت بنظر اعتبار أنه مقدار الزيادة المتوقعة السنوية بالترافيك هي 6%، عمر الطريق
المخمن هو 25 سنة. الديزاين كاباسيتي مات الممر عندي هو 1300 باسنجر كار بير اور بير لين، يعني الطريقة راح أصممها أنا، استيعابية مات اللين مات 1300. سنوات الإنشاء سنتين. دايركشنال ديستريبيوشن أتوقع راح يكون 60/40. طبعا من يقول 60 صمم على 60، أول مرات يقول 60/40 فأكيد أما أيضا أخذ 60، يعني خذ مرات يذكرون اثنيناتين أو مرات يذكر بس جزء، باعتبار ذا هي 60 فأكيد الجزء الآخر 40. percentage of truck 10%، equivalency معامل التراك مطينيا 1.75 percentage مات الباصات، نسبة الباصات 20% من الحجم المروري باصات، و equivalency مات 3. الكي قال لي افرضها 0.15، احنا عادة هاي القيمة تعتبر ستاندر، فحتى اذا ما اعطانيها انا يكون احفظها 0.15. قبل ما ابدي بالحل سوى يشيري المعديد من عدد اللي نات، قبل ما ابدي بالحل الـ ADT انا مين اجيبه اذا الشارع ماتي هو اصلا شارع انا اريد اسوي بعد ادى اخطط له، يعني شارع ماتي ما بعد اصلا ما موجود، فانا شلون احسب الـ ADT الـ AADT الـ current عمود من عده اخمن الـ future. في هذه الحالة عادة يتم الاستفادة من حسابات الـ AADT مال شارع مجاور او يعني مو شرط مجاور بس مال شارع مشابه قريب او مشابه بالظروف او بالتصنيف الوظيفي للشارع المزمع انشاء او تخطيطه. جيد، اذا الان اول خطوه اسويها ما دام مطيني growth rate ومطيني عمر تصميمي، فاذا معناته انا راح اصمم، ما راح اصمم على الكرنت اي دي تي اكيد، يعني اكو معناته زياده بالترافيك، راح اصمم على الفيوتشر حسب من اعتمادا على هاي العلاقه ان الفيوتشر اي دي تي هو الكرنت في 1 زائد ان ار اس اكس زائد ان، الزياده هي 6% والعدد السنوات هي 25 وعدي سنتين انشاء 27، فهذا راح يطلع لي هذا الرقم. هسه اذا اريد الرقم نسويه 1.06، بس العفو زين خلنا 1.06 مرفوع الاس 27 هي 25 زائد 2 هذه 27، هذا طلع لي 4.8، اضربها في 7500 شوف قد الزياده. اذا الحجم الحالي او الحجم اللي راح اصمم عليه هو 4.8، ما يقارب 5 اضعاف الحجم الحالي، فرق كبير جدا. اذا من المهم جدا ان اخذ بنظر اعتبار الزياده المستقبليه في الحجم. 4.8 هذا في غير عندي 7500 طلع على 36167.5 او معنى اخر 36168. هذا منه هذا الفيوتشر اي دي تي، بس اني ما صمم عليه فيوتشر اي دي تي، انا احتاج اوجد الحجم الساعي عمود اقارنه ويا الكباسيتي واعرف عدد اللينات. فانا عندي علاقه تقول انه الدايركشنال ديزاين اور لفوليوم هو يساوي فيوتشر اي دي تي في الكي في الدي، الكي هو اللي يحول لي الفيوتشر اي دي تي الى حجم ساعي، والدي اللي تحوله الى اتجاه واحد، الكي 0.15 والدي قلنا 0.6، فهذا رقم اطلع لي فوق اضربه في 0.15 في 0.6 راح يساوي لنا 3255.08، هنا نتيجة التقريب يعني 3256 ماكو فرق. هاي 3256 العفو هنا هاي طلع لي ايش؟ طلع لي الحجم وحدات ايش؟ فيهيكل بير اور، هم حولته من فيهيكل بير داي الى فيهيكل بير اور، بس اني بقى فيهيكل اريد احوله من فيهيكل الى باسنجر كار. ليش؟ لان وحدات الكباسيتي باسنجر كار، فانا شد اسوي؟ اطلع الحجم الكلي باعلى اتجاه بوحدات الباسنجر بير اور بير لين، باسنجر كار بير اور بير لين، وقسمه على استيعابيه تطبيقه الممر الواحد، عم بطلع عدد اللينات. فهنا هذا الحجم الفيهيكل بير اور راح اضربه في الكونفرجن فاكتور، عم اطلع بوحدات الباسنجر كار بير اور، فدايركشنال ديزاين اور فوليوم بوحدات الباسنجر كار بير اور يساوي لنا دايركشنال ديزاين دي دي اتش في
في الكونفيرجن فاكتور نسبة الاتراك عندي 10 والمعامل مالتها 1.75 اللي هي هذه 10 في 1.75 وعندي البوسز 20 ومعاملها 3 هاي 20 ومعاملها 3 فانا ايش راح يصير عندي 1.75 ناقص 1.75 في 10 7.5 وهنا عندي 3 ناقص 1 2 في 20 40 40 و7.5 47.5 و100 147.5 على 100 1.475 اللي هي هذه في 3256 ويساوي 4803 هذا ايش عدد المركبات بوحدات سيارات المسافرين باسنجر كار بير اور باعلى اتجاه يعني بالبيك دايركشن اللي هو 60% هاي الحجم الساعي المار بهذا الاتجاه اقسمه على استعبيه الممر الواحد حجم يعني استعبيه الممر الواحد اللي هي بوحدات الباسنجر كار بير اور بير لين ف 4800 والحجم الكلي المار بهذا الاتجاه استعابية الممر الواحد هو 1300 فراح أطلع على عدد الممرات اللي أحتاجها لكي تحتوي هذا الحجم الساعي ف 4800 على 1300 هتطلع 3.69 بمعنى آخر خرب طبعا أكيد للأكثر معنى 4 بير دايركشن معناته الشارع ماتي راح يكون سوري معناته الشارع ماتي هو راح يكون 8 لين هايواي هذه الصورة توضيحية تمثل تأثير الهيفي فيهيكل اللي هنا عندي هذا باص يكون من جزئين هذا الباص شوف شلون الاستدارة مالته شلون سوى الاختناق مروري نتيجة لكون هنا المركبة بالاستدارة او تيرنينج راديوس هنا يعتمد على بشكل كبير على طول المركبة وعرضها على قابليتها بالاستدارة فشوفنا الزخم المروري سوى بالاتجاهين ذاك تأثيرها المركبات الكبيرة أو المركبات الثقيلة بالترافيك يتجاوز بكثير تأثير المركبات الصغيرة آخر جزء من المحاضرة اليوم في فصل الحجوم المرورية هو Expanding and Adjusting Traffic Counts كيفية تعديل الحسابات المرورية أو توسعة الحسابات المرورية It is necessary to expand and adjust short-term traffic volume counts. من المهم تعديل وتوسعة الحسابات المأخوذة من محطات الكوفرج كاونت ستيشن محطات التغطية محطات التغطية هاي عادة تقيس لي تكون فترات القياس مالتها قصيرة يعني عادة لحد 7 أيام أكثر أو أقل فأخذ الحسابات مالها مثلا هيك نوع من المحطات لأجل أعدلها أو أوسعها to a common base like AADT يعني أخذ حسابات مال هذه المحطات اللي قد تحسب لي إلى حد حتى إلى ساعات أو أيام قلائل ومن ثم من عدها أستنتج AADT هذا شيء جدا مهم لأن أنا مو دائما أقدر أحصل على Average Annual Daily Traffic Average Annual Daily Traffic معناته أحتاج إلى أن أنا عندي محطات عد مستمرة بأجهزة عد Permanent ثابتة تقيس لمدة سنة أو أكثر لأجل أنه أقسم هذا الحجم السنوي على عدد أيام السنة للحصول على الـ AADT بس أنا مو دائما ما متوفر عندي بكل الطرق مثل هيك شيء محطات عد continuous stations لكل لكون مكلفة أو لأي سبب أخرى فمرات من ما عندي ما متوفر عندي AADT لطريق فهناك طريقة آليات أخرى لتخمين الـ AADT وذلك من أخذ الاعتماد على حسابات قصيرة المدى اللي هي حسابات ساعية ومن ثم توسعة هذه الحسابات وباستخدام معاملات تحويل Daily Expansion Factor و Monthly Expansion Factor و Hourly Expansion Factor هذين معاملات تحويل معامل تحويل ساعي ومعامل تحويل يومي ومعامل تحويل شهري للاستنتاج أو لتخمين الـ Average Annual Daily Traffic
expansion factors used to adjust and expand short counts. معاملات التحويل والتعديل اللي تستخدم لadjust and expand short counts are usually determined from continuous counts station. هاي المعاملات استخرجها بالاعتماد على مخرجات الحجوم المرورية لمحطات العد المستمرة اللي تستخدم permanent traffic recorders مسجلات حجوم دائمية. hourly, daily and monthly expansion factors يمكن حسابها كالآتي. أولا hourly expansion factors. These factors are used to expand counts of less than 24 hours duration to 24 hour volumes. الغاية من هذا المعامل الأول إنه إذا أنا عندي حجم لمدة ساعة أو لمدة ساعتين أو لمدة أربع ساعات، كيفية إنه هذه الحجوم أضربها بهذا المعامل لأجل أحول الحجم من حجم ساعي إلى حجم يومي. بمعنى آخر أنا أحتاج أعرف كل ساعة، هاي الساعة شقد نسبتها كل ساعة من ساعات اليوم الأربعة وعشرين، طبعا بالاعتماد على محطات على حسابات لمحطات حساب continuous مستمرة. أنا استخرج هاي المعاملات، استخرج هذا المعامل إنه كل ساعة من ساعات اليوم أحتاج أعرف هاي الساعة شقد تمثل نسبة من 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 الحجم اليوم الكلي. فإذا عرفت نسبتها راح أضربها في هذا المعامل، راح أقدر أوسع الحجم الساعي، أستنتج من الحجم الساعي الحجم اليومي. يعني على سبيل المثال لو فرضنا أنه الحجم اليومي هو ثابت على طول 24 ساعة، إذا معناته أنا من أقيس أي ساعة راح أضربها في 24 يطلع الحجم اليومي. ولكن إحنا درسنا أنه شفنا أن الحجوم تتغير يوميا حسب ساعات اليوم، فذاك لازم لكل ساعة أكو لها معامل daily hourly expansion factor. فالhourly expansion factor شلون يحسب عادة؟ إنه total volume for 24 hour period هو الحجم الكلي لليوم على الحجم مال الساعة المعنية. بمعنى آخر أنا إذا أحسب الحجم الكلي مالت اليوم هو آخذ هو حاصل ضرب الساعة اللي قستها، الساعة المعنية الحجم الساعة اللي قسته في الأور الإكسبانشن فاكتور مالتها. إذا أنا قست أربع ساعات باليوم مثلا، قست من السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، فراح أضرب السبعة في الأور الإكسبانشن فاكتور مالتها زائد الثمانية في معامل التوسع مالتها زائد التسعة في معامل التوسع مالتها زائد العشرة، ومن ثم النتيجة راح تطلع أخذ معدلهن. يعني كل ساعة من عندنا راح أحصل على حجم يومي، يا حجم يومي أخذ راح أخذ معدل مالتهن. هذا فيما يتعلق بتوسعة الحجم الساعي لاستخراج الحجم اليومي. الحالة الأخرى إنه إذا أريد أستخرج من الحجم اليومي، إذا عندي حجم يومي أريد أطلع الحجم الأسبوعي. يعني فرضا إذا قست طلعت الحجم اليومي مال يوم الأحد، هل ممكن من الحجم اليومي مال يوم الأحد أطلع الحجم الأسبوعي؟ طبعا لو كان جميع أيام الأسبوع تغير الحجم بيها واحد، كان أقدر من أي يوم من أيام الأسبوع أضربه في سبعة يطلع على الحجم الأسبوعي. يعني كان صار عندي daily expansion factor ثابت وهو سبعة، ولكن نتيجة للحجوم المرورية تتغير بتغير أيام الأسبوع، فالدايلي اكسبانشن فاكتورز او لكل يوم من ايام الاسبوع الى دايلي اكسبانشن فاكتورز خاص بي. طبعا من اقول خاص بي معناتها لازم اعتمد على دراسات ونوجده، يعني مو ثابت لكل شارع لكل منطقه اكو لها اكسبانشن فاكتورز لذاك الشارع لذاك الطريق خاصه بي. شلون احسب الدايلي اكسبانشن فاكتورز؟ هو حاصل قسمه الافرج توتال فوليوم فور ا ويك، هو حاصل قسمة الحجم الأسبوعي معدل الحجم الأسبوعي على المعدل اليوم المعني. بمعنى آخر الحجم الأسبوعي إذا استنتجه هو أطلع الحجم اليومي في daily expansion factor.
آخر معامل تحويل أو معامل تعديل هنا راح يكون هو المونثلي اكسبانشن فاكتور، الحجم معامل التوسع الشهري. هذا فائدته انه يربط لي يسوي لي علاقة بين الـ ADT والـ AADT، يعني اذا حصلت انا على الـ average daily traffic مال اي مدة اكثر من يوم او اقل من سنة اكثر من اقدر من عده من الـ ADT، وهذا المعامل الـ monthly expansion factor اقدر احسب الـ AADT اللي هو الهدف النهائي مالتي ان اوصل للـ ADT اللي للـ AADT. المونثلي اكسبانشن فاكتور هو حاصل قسمة الـ AADT على الـ ADT. هذين ثلاثة جداول ستاندر كأمثلة على الحسابات مع كل واحد من ذني المعاملات. هذين الجداول تمثل حجوم مرورية تم استخلاصها من محطات عد مرورية continuous مستمرة ثابتة. فعلى سبيل المثال الجدول الأول يبين لي شلون أقدر أحسب الأورلي اكسبانشن فاكتور ليوم معين. هذه تمثل إنه ساعات اليوم الواحد، فتمثل لي 24 ساعة، وتمثل أمام كل ساعة جد معدل الحجم، يعني خلال سنة كاملة من الستة للسبعة كم سيارة تمر بهذا الشارع المعدل، طبعا مال سنة كاملة، يعني كل يوم قست الحجم اللي يمر خلال الساعة السادسة صباحا، وخلال 365 يوم خدت المعدل مال ذني 365، طلع لي انه معدل المركبات اللي تمر خلال الساعة السادسة صباحا هي 294 مركبة، خلال الساعة السابعة 426، وهكذا ل 24 ساعة، الآن يرجع للسادسة صباحا هنا أنا. زين الآن إذا الحجم الكلي، معدل الحجم الكلي اليومي هو مجموع الحجوم الساعية، يعني هذا زائد هذا السطر زائد هذا السطر راح يطلع لي الحجم total daily volume اللي هو 12350. إذا ما هو معائل expansion factor مال كل ساعة من ذني؟ هو راح يكون أكيد حاصل قسمة التوتال ديلي الحجم اليومي على حجم الساعة على حجم كل ساعة. يعني على سبيل المثال دور تحسب الاكسبانشن فاكتور مال الساعة السادسة صباحا، الحجم اليومي ايش قد عندي؟ 12350 تقسيم الحجم مال الساعة السادسة صباحا ايش قد؟ 294، فراح يطلع لي الناتج 42 اللي هو فعلا هنا 42. اي معنى اخر انه الحجم اللي يمر ساعة 6 الصبح هو احتاج اضربه في 42 مرة اضعفه يلا يطلع لي الحجم اليومي. طبعا لو الاحظ لكون هاي الحجوم قليلة ساعة 6 7 كل ما يزداد، كل ما اجي الساعة 7 صباحا راح تزداد، اجي الساعة 8 تزداد، وانا راح اصل الى ساعات الذروة. اذا هنا انا راح اطلع الاور الاكسبانشن فاكتور بهالطريقه هذه بالاستفاده من الحجوم اللي حصلتها من محطات العد المستمره. نفس الاسلوب لو اجي الان بدي احسب الديلي اكسبانشن فاكتور من كل يوم من ايام الاسبوع ايش قد الديلي اكسبانشن فاكتور، انا عدي استخلصت من الكونتينوس كاونت ستيشن من المحطه ماتي من بيانات المحطه ماتي انه معدل الحجم المروري في أيام الأحد على طول سنة كاملة هو 7895 مركبة، بينما في أيام الاثنين على طول سنة كاملة معدل الحجم المروري اللي يمر بيوم الاثنين هو 10714، وهكذا. إذن معدل الحجم الأسبوعي إيش قد؟ هو مجموع ذني معدل الحجم مع كل يوم من أيام الأسبوع راح يطلع لي 75122. ما هو الـ Daily Expansion Factor اعتمادا على ذني بيانات؟ فـ Daily Expansion Factor هو حاصل قسمة الحجم الأسبوعي على حجم كل يوم من ذني الأيام، أطلع الـ Daily Expansion Factor مال ذاك اليوم. أيضا على سبيل المثال لو أخذ مال يوم الأحد
لو اخذ مال يوم الاحد فعندي الحجم الكلي 75,122 تقسيم الحجم الكلي اللي يمر يوم الاحد 7,895 راح يكون الناتج 9.515 اللي هو هذا. قسمت هذا الرقم على مال يوم الاحد طلع لي هذا الناتج، ونفس الشيء اقدر اقسم هذا الرقم على مال يوم الاثنين وهكذا. الجدول الثالث اللي هو الجدول المهم جدا اللي يربط لي بين الـ ADT مع الـ AADT. زين، ايش عندي هنا؟ أنا ايضا استفاديت من 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 بيانات مالت المحطة مالتي، قدرت انه احسب بكل شهر من السنة مالتي هذه، مثلا انا فرضا بيانات مالتي عندي مال سنة كاملة، كل شهر ايش قد عدد مركبات اللي يمر بيها، اللي هو طبعا معناته هو الافرج ديلي ترافيك. فرضا بجانيوري عندي 8,477 مركبة، فبيوري 7,537 وهكذا. اذا الحجم السنوي اللي راح يمر خلال سنة هو مجموع الحجوم الشهرية، اللي راح يساوينا مجموع ذني ال 12 رقم، راح يطلع لي الحجم السنوي هو 5,433,000. هذا الحجم السنوي. الحجم السنوي الآن إذا قسمته على عدد أيام السنة ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي الأفرج أنيوال ديلي ترافيك. فأنا لو داخل الحجم السنوي اللي هو 5,000,000، سوري بس خلنا صفر، 5,433,000 تقسيم 365 عدد أيام السنة، راح يطلع لي الـ AADT اللي هو 14,884.9، يعني 14,885. هذا الـ Average Annual Daily Traffic. أنا أدري عندي إنه المونثلي اكسبانشن فاكتورز هو حاصل قسمة الـ AADT على الـ ADT مال ذاك الشهر، فأجي أقسم هذا الرقم على كل واحد من ذني الأرقام أطلع المونثلي اكسبانشن فاكتور مال ذاك الشهر. على سبيل المثال فقط راح أستخدم بس أول حالة، فراح أقول 14,885 تقسيم مال شهر جانيوري اللي هو 8,477، راح يطلع لي 1.7559 أو معنى آخر 1.756 اللي هو هذا الرقم، وهكذا للبقية. إذن هذه هي الآلية كيفية الاستفادة من محطات العد المستمرة الدائمية لاستنتاج معاملات التحويل الثلاثة: الأورلي إكسبانشن فاكتور، الديلي إكسبانشن فاكتور، وأخيرا المونثلي إكسبانشن فاكتور. الهدف الرئيسي هو كيفية الحصول على الـ AADT، حساب الـ AADT بالاستفادة من حسابات قصيرة المدى. شلون استنتج حساب الـ AADT اللي ياخذ نظر الاعتبار سنة كاملة؟ مثال عندي هنا، أنا مطيني قل لي شخص ما، أو خلنا نخلي المثال، مثال مأخوذ من هذا المصدر Garber and Hoyle 2015: A traffic engineer needs to determine the AADT on a rural road. يقول مهندس راد يحسب الـ AADT، يحتاج يحسب الـ AADT على الشارع. He collected the data shown in the table on a Tuesday during May. جمع البيانات الموجودة بالجدول خلال يوم الثلاثاء خلال شهر ماي. المطلوب determine the AADT of the road if the required expansion factors are كالآتي. يقول لي احسب الـ AADT، علما انه الـ expansion factors عندنا هنا كالآتي. عندي مال يوم الثلاثاء الديلي اكسبانشن فاكتور مال يوم الثلاثاء يمثل لي 7.727، والمونثلي اكسبانشن فاكتور مال شهر ماي 1.394. زين، اول نقطه اسويها، انا ثاني عندي حجم ساعي، اول شيء اسويه شلون اوجد، احاول اوجد الحجم اليومي اعتمادا على الحجم الساعي. ايش مطيني؟ مطيني كل ساعه مطيني الحجم مالتها جد، ومطيني ما تعادل هاي الساعة الأورلي إكسبانشن فاكتور مالتها من اليوم. إذن
أنا أقدر أستنتج الحجم اليومي بالاعتماد على الساعة الأولى، أنه أضرب 400 في 29 طلع لي الحجم اليومي، وأقدر أستنتج حجم يومي أيضا بالحاصل ضرب اعتمادا على الساعة الثامنة، أنه 535 ب 22 أيضا طلع لي حجم يومي، وهكذا. إذا راح أقدر أطلع خمس حجوم يومية بالاعتماد على الساعات الخمسة، حجوم الساعية الخمسة، أي منهما راح أخذ؟ أكيد راح أخذ المعدل، كونه أقرب إحصائيا، المعدل هو أقرب للقيمة الصحيحة. فإذا الاستميت، إذا الحجم اليوم المخمن هو مجموع حاصل ضرب الحجم الساعي في الأول الإكسبانشن فاكتور على عدد الساعات، راح يكون 11,995 vehicle، هذا هو الحجم اليومي. زين، الحجم اليومي هذا خاص مع اليوم، هذا تحديدا خاص مع اليوم الثلاثاء. أنا أريد الحجم اليومي الأفرج ديلي ترافيك، حجم اليومي المعدل. فمن هذا الحجم راح ألغي تأثير الثلاثاء، فراح أطلع الحجم الأسبوعي. أقول الثلاثاء الديلي اكسبانشن فاكتور مع اليوم الثلاثاء يعادل 7.727، إذن أضرب 11، عم بطلع التوتال ديلي، التوتال 7 داي فوليوم، يعني الويكلي فوليوم، حجم الاسبوعي، راح اضرب الحجم اليومي مال يوم الثلاثاء بمعامل يوم الثلاثاء، فطلع لي الحجم الفيهيكل بير ويك، الحجم الاسبوعي هو 92,407 مركبه، هذا الحجم الاسبوعي. زين، الان انا اذا عندي حجم اسبوعي قسمت هذا الحجم على عدد ايام الاسبوع، ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي الـ ADT الـ Average. فراح أقسم الـ راح أقسم الحجم الأسبوعي على 7، راح أطلع الـ Average Daily Traffic. شنو اختلاف هذا عن هذا الرقم؟ أنه هذا الرقم كان خاص في يوم الثلاثاء، بينما هذا الرقم هو ماخذ من طالع اعتبار كل أيام الأسبوع. طلعت ADT، ما هي العلاقة اللي تربط لي بين الـ ADT والـ AADT؟ هو الـ Monthly Expansion فاكتر مال يا شهر، يعني الـ AADT ما ياخذ كل يشهر بين طال الاعتبار، بينما هذا الرقم خاص فقط لشهر ماي. فعمود ألغي تأثير شهر ماي وطلع AADT اللي خاص بالسنة، على السنة بكل أشهرها. فأنا أدي العلاقة تقول إنه الـ Monthly Expansion Factor هو الـ AADT على الـ ADT، إذن الـ AADT هو حاصل ضرب الـ AADT وحصل ضرب الـ ADT في الـ Monthly Expansion Factor. Average 24 Hourly Volume اللي هو ADT اللي هو 13,201 في الـ Monthly Expansion Factor في 1.394. فبالنتيجة حصلت على الـ AADT، إذن راح حصلت على 18,402 هو الـ Vehicle Per Day اللي هو الـ AADT. شلون سويت هذا الشيء؟ من الحجوم الساعية استنتجت حجم يومي، كون الحجم يومي هذا مأخوذ ليوم معين، فحولت لغيت تأثير اليوم، طلعت حجم أسبوعي، ومن ثم قسمت على 7 طلعت الـ ADT، ومن ثم من الـ ADT عمود ألغي تأثير الشهر، ضربت في الـ Monthly Expansion Factor فطلعت الـ AADT. بهنا نكون احنا قد انتهينا من الجزء الأخير من فصل الحجوم المرورية. هنا أنا أكو تو هومووركس عندكم، أرجو أن تحاولون بهن وتقدمون الحل مالتهن، أما عن طريق التليجرام أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق النظام الموديل، أي وسيلة يمكن تقدموا لي هذني الهومووركات. واحد حاول الموفينج فيهيكل ميثود، والثاني حاول حساب شلون نخمن الـ AADT مثل قبل قليل. المصادر المعتمدة هي هذه. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح تكون مخصصة لدراسات السرعة المكانية. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، تمنياتي لكم بكل التوفيق إن شاء الله.